السلام عليكم ورحمة الله، معاك الدكتور محمد شاكر دكتور أسنان. النهاردة جايين نتكلم على معتقدات وخرافات كتير من الناس بيصدقوها وبيجوا لنا العيادة وبيسألونا فيها، فأنا حبيت أوضحها لكم على الملأ ونتكلم فيها، وده اللي احنا هنعرفه بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني. أول معتقد عند ناس كتير إن الرواسب الجيلية هي مفيدة جدا للأسنان، زائد كمان إزالتها أو شيلها بيضر في مينا الأسنان، والكلام ده مش صح. طب يا ترى ليه؟ إحنا عندنا الجير بيكون فيه كمية كبيرة جدا من البكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تعمل تسوس للأسنان، زائد كمان إن إحنا عندنا الرواسب الجيلية دي بتاكل في العظم حوالين الأسنان اللي هي ماسكة، والعظم ده هو ده اللي ماسك الأسنان، فبالتالي لما يحصل تآكل في العظم السنة بتتلخلخ وممكن المريض يفقدها تماما. تاني معتقد عند ناس كتير إن لما يكون عندي التهاب في اللثة أبعد خالص عن غسيل الأسنان، والكلام ده مش صح. ليه؟ عشان خاطر التهاب اللثة ده بيكون نتيجة عدم غسيل الأسنان بالطريقة الصح أو عدم غسيل الأسنان تماما، فبالتالي لما انا بغسل اسناني انا كده بشيل بقايا الاكل الموجودة على الاسنان اللي هي ممكن تعمل لي التهاب في اللثة، بعد فترة بنلاقي التهاب خف واحدة واحدة. لو الالتهاب ما خفش بلجأ لدكتور الاسنان علشان خاطر يشيل لي الرواسب الجيرية او المتعارف عليها باسم الجير. ثالث معتقد عند ناس كتير ان الحشوة البلاتين او حشوة الامالجم او حشوة الفضية هي اقوى من الحشوة البيضة اللي هي حشوة الكومبوزيت او حشوة الجلاس ايلمر. بصراحة الكلام ده كان موجود زمان، بس حديثا الحشوة الكومبوزيت بقت قوية اقوى من زمان، زائد كمان لونها الابيض القريب من لون الاسنان بيميزها عن حشوة البلاتين. كمان عندنا حشوة البلاتين بيبقى فيها زئبق، والزئبق ده بيبقى ضار على الجسم، وبصراحة الموضوع لسه تحت الدراسة. رابع معتقد عند ناس كتير ان ضروس العقل لازم تتشال كلها، وبصراحة الكلام ده مش صح. احنا في حالات معينة بنلجأ لشيل ضروس العقل، طب يا ترى ايه هي؟ لو في ضرر منها او ضرر على الضروس اللي جنبها فبالتالي بنشيل ضرس العقل. اما لو كان ضرس العقل مدفون ومش مأثر على بقية الاسنان، او ضرس العقل في تسوس بسيط فانا بحشيه وبيفضل موجود ضرس العقل ومش محتاج ان انا اشيله. خامس معتقد من المعتقدات الناس كتير ان هي السيدات في فترة الحمل ما ينفعش تروح لدكتور الاسنان. بصراحة الكلام ده مش مظبوط، وده ان السيدات في فترة الحمل بتبقى معرضة لالتهابات شديدة جدا في اللثة نتيجة التغيرات الهرمونية، فبالتالي محتاجة ان هي تعمل تنظيف الجير باستمرار، ومحتاجة ان هي تتابع مع دكتور الاسنان لوجود اي تسوس بسيط نقدر نلحقه ونحشيه من غير ما نخش في قصة حشو العظم. سادس حاجة، ودي احنا يمكن بنلاقيها في اعلانات كتير، ان معجون الاسنان مغطي الفرشة بالكامل. بصراحة ان احنا مش محتاجين نحط معجون الاسنان على الفرشة، حتى في دراسات بتقول محتاجين كمية قد حبة الرز لو بنتكلم على الأطفال، وبالنسبة للكبار محتاجين كمية من المعجون زي حبة البسلة ومش محتاجين أكتر من كده، عشان خاطر كتر المعجون بيضر في الأسنان ومش بيفيدها. سابع حاجة، وده آخر معتقد هنتكلم عليه في الفيديو ده، إن السنة اللي فيها حشو عصب مش ممكن تسوس. الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ علشان خاطر احنا عندنا السنة لو فيها كسر او لو السنة فيها حشو والحشو فيه كسرت وبقايا الاكل والبكتيريا بدأت تدخل ما بين الحشو وما بين السنة، السنة كده بقت معرضة للتسوس. بس الفرق في السنة اللي فيها حشو عصب والسنة اللي فيها عصب سليم، ان السنة اللي فيها عصب سليم بنحس بألم فيها، اما السنة اللي فيها حشو عصب ما بنحسش بألم. وفي النهاية يا رب أكون أفدتكم في بعض المعتقدات والخرافات اللي موجودة عند الناس، وأكون صححتها عندكم. عندكم أي استفسار أي تعليق ما تنسوش تكتبولنا في الكومنتات تحت، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك ودوسوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.